مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. كيف كتعرفوا، فيوم 30 شهر 9 اللي فات انتهت عملية الإحصاء في المغرب، والأمس الخميس كان المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي دار واحد الندوة صحفية وكشف فيها ما سماها النتائج الإيجابية اللي حصدتها المملكة المغربية من عملية الإحصاء العام للسكان والسكنة ديال هذا العام 2024، ووصفها بأنها حصيلة إيجابية غادي تفيد المغرب في عدة مستويات. وقال أحمد الحليمي العالمي في ندوة الصحفية ديالو بمناسبة انتهاء العملية أن الإحصاء مكن المغرب من التوفر على خريطة جغرافية بشرية واقتصادية، بحيث أن هذه الخريطة تشمل كاع المنازل ديال المغاربة، ونقدروا بها نعرفوا العدد ديالهم والمهن ديالهم بنقرة واحدة بضغطة واحدة، كما كتضم على أماكن محلات تجارية والصناعية في كل الجماعات في البلاد. وأضاف السي الحليمي أن عملية الإحصاء مكنت المغرب من التعرف على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية في كل مناطق، وشار إلى أن هذه العملية ساعدت كذلك في تجهيز وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتابليطات ألواح إلكترونية اللي غيستغلوها التلاميذ للتعليم عن بعد. وأضاف أن من حصيلة عملية الإحصاء وفق السي الحليمي تكوين ما يقارب 200 ألف مغربي في عدد من المواد الاقتصادية والديموغرافية في عملية التكوين عن بعد. كما هاد الناس اللي تكونوا تمرنوا على استعمال الأجهزة الإلكترونية كيفاش يعبؤوا فيها المعطيات، والشي اللي غادي يفيد العاملين في مهنهم وغيفيد أيضا غير العاملين في سيرهم الذاتية لي سيفي، كيفاش يصاوبوا زعما لي سيفي ويديروا المعلومات وكذا وهكذا. وأضاف الحليمي إلى أن هذا التكوين اللي استفاد منه 200 ألف مغربي غادي ينعكس بشكل إيجابي على سوق الشغل، سواء بالنسبة للي كيتوفروا على عمل أو اللي كيقلبوا عليه، خاصة على أن الشركات اللي كتقلب على يد عاملة ولا المشغلين كيعرفوا أن الناس اللي اجتازوا هذه العملية، اللي دوزوا هذه عملية الإحصاء وخدموا فيها، يمكن الاعتماد عليهم من بعد. وبخصوص التكلفة، قال أحمد الحليمي على أن تكلفة العملية ديال الإحصاء ديال هذا العام توزعت ما بين 283 مليون درهم للأعمال الخرائطية، و803 مليون درهم للموارد البشرية، و140 مليون درهم للوحات الإلكترونية، و32 مليون درهم للتجهيزات والنظم المعلوماتية، و15 مليون درهم للحملة التواصلية، ونفقات أخرى بقيمة 193 مليون درهم. وقال المندوب السامي على الانتقادات اللي رافقت التكلفة ديال الإحصاء هذا العام، من ينتقدون هذا الأمر هل يريدون أن لا تقام عملية الإحصاء بشكل مرقمًا أو عبر لوحات إلكترونية، مشير إلى أن تكلفة الإحصاء لكل فرد بالمغرب ما كتجاوز 10 دراهم، وقد تقلصت مقارنة بنسخة 2014. هذا وطمأنا أحمد الحليمي المواطنين المغاربة بأن كاع المعطيات اللي جمعوها نزل الإحصاء بعد النهاية دي لهذه العملية هي مؤمنة في أحد مراكز المعطيات، داك الشيء بيان سيكوريزي، وهو شخصيا ما عندوش القدرة على الاطلاع عليها. وقال على أن تعويضات المشاركين تم البدء في صرفها أمس الخميس، على أن تستمر إلى الغد أي إلى يوم الجمعة، مع تخصيص رابط لفائدة المشاركين للحصول على الشواهد ديالهم. أما بالنسبة للطابليطات فتم تجميعها باش تمشي لقطاع التعليم لتستغل لمدة 5 سنوات في مجال التعليم عن بعد كيف قلنا قبيلة. وتم تداول على مواقع التواصل الاجتماعي بزاف ديال المنشورات كتبين على ان الناس ديال التعليم بداو كيتوصلوا من المبالغ اللي جاتهم بعد نهايه عمليه الاحصاء، اللي كتعرفوا على ان عمليه الاحصاء بدات من 1 شهر الى
30 شهر 9 سبتمبر اللي فات، 30 يوم متواصلة كانت أسئلة كتطرح عادية، خمسة الأسئلة قال عطلوا معك ما كيفوتوش معك خمسة دقائق. يلا 30% ديال المواطنين اللي جاتهم استمارات طويلة، أغلبية جاتهم 70% جاتهم استمارات قصيرة، وكانوا أسئلة بانال يعني ماشي شي أسئلة نيت، كيسولك أسئلة عادية، وكاين اللي كيقدر يقول كاع على هاد الأسئلة ما كانتش كتستحق كاع على أن يخسروا عليها هاد الإحصاء ولا هاد الزبالة ديال الفلوس اللي تخسرات. المهم بالنسبة للناس ديال الإحصاء راه حرك لهم الدورة الاقتصادية، تعرفوا كان واحد الجدل قبل على الناس اللي شاركوا في الإحصاء، لا الأساتذة خلاو الأقسام، لا كان واحد الجدال ما بين بعض الأساتذة وبعض عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا كيفاش تخليوا الأقسام وتمشيو تشاركوا في الإحصاء. فالمهم العملية هي سالات والناس بدأوا كيحصلوا على الأرباح ديالهم، ف تقريبا 8000 حتى 8200 درهم هي ديال الحصيلة ديال الناس اللي خدموا في الإحصاء، زائد واحد لي فري ديال الفورماسيون، يعني أغلبية تقريبا جاتهم شي 10200 درهم بالصحة والراحة. ما كان حسدوهمش بصحتهم، ضربوا تمارة تمشاو دقوا على الناس، وكيف قال المندوب السامي فبعض الناس ما كانوش كيتعاملوا معهم مزيان، والغالبية كانوا الناس متخوفين وكان واحد تردد، كانوا على نسبة قليلة تقريبا قال هو كاين شي 3000 أسرة، ولا في الأول كان 17000 وفي الأخر بقات شي 3400 أسرة اللي ما جاوبوش، وقالك منهم ناس اللي محاميين كانوا شي جزائريين تما. وكيف كتشوفوا في هاد السكرينات ديال لي كونت ديال بعض الناس اللي شاركوا، فبدا الشروع في صرف التعويضات 8000 درهم، كاين اللي عنده مع فلوس التكوين هي 2200 درهم، فالمجموع كيوصل ل 10200 درهم. كيف قال المندوب السامي للتخطيط على ان بدات العمليه الامس الخميس وغادي تكمل يوم الجمعه. المهم هنيئا اللي ضرب تمارة على هاد الفلوس راه يستحقهم. الشواهد كذلك بعد اولا الاداء ديال التعويضات ديال للذين عملوا في هذه العمليه، سواء كانوا مراقبين او 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 او, أو, أو باحثين او 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 سوبرفيزور مشرفين، كلهم اليوم راهم يعطيو الحسابات ديالهم وتياخذوا الفلوس ديالهم، اما مباشره اليوم او غدا، في ما بين اليوم وغدا يكونوا كلهم ان شاء الله تكمل التعويضات ديالهم.